يعني اول شيء انا بتشرف اني تعرفت عليك، وقالوا لي انه انت منتج وكثير هيك قوي وبتحب الافكار وعندك سقف للحريات كثير عالي، فعشان هيك انا يعني بتشرف انك تنتج لي فيلم لإلي، فعندي هيك كذا فكره حابب اقول لك اياها. شو عندك افلام؟ اعطينا فكره من افلامك. عندي فكره حدا جاي عايش ببيروت، جايز خط احمر وبيروت خط احمر. طيب في فكره تانية كمان بتعمل ضجه هيك. شاب عايش بالضاحيه الجنوبيه. يا عمي عم عم يعيش حمار انت. ليه انت حمار؟ ليه؟ لانه الضاحيه كمان خط احمر والجنوبيه كمان خط احمر. مزبوط. ايه بيعمل علينا حمله. طب عندي فكره كتير بعيده عن هذيك كله. نايب بالبرلمان بيكتشفوا انه ميول الجنسيه مش مظبوطه، بيفضحوه، بيطلع هن وعم يكتشفوا. بس خليك كفي لك اياها، بس خليك كفي لك بربك. بس اكتشفوا انه عنده ميول جنسيه ثانيه، بيكتشفوا انه هو شو بيهرب اثار لبرات البلد وهالاخبار. هاي لا خط احمر كمان. هاي خط خط احمر. رجس انه ولد خط احمر، انه ولد خط احمر. غير شوف، غير بلبش بشعراتك، شوف لك شي فكره على الان هون ولا هون، جيب لي وقت. طيب في فينا نحكي عن لاجئ سوري هرب بفلوكة من لبنان رايح على المانيا، هو بالبحر المتوسط بتغرق الفلوكة، شو بيعمل؟ بيجي الكرش بياكلوا لهذا السوري، بيمسقوا على الشطوط الألمانية، بيجي السلطة الألمانية بيضربوا للولد انه كيف قاعد بتمه للكرش، لأنه هن بيشوفوه بنظرة عنصرية. خط أحمر السوري، خط أحمر. طب يا أخي مش سوريين، طب شو بدي أقول لك؟ مرة مظلومة عم تاكل قتل من جوزة، عم تتعنف من جوزة كل الوقت، بنقوم نحن شو بنكتشف انه كمان هي عم تعنف جوزة بنفس الوقت، بتطلع هي مش ضحية، هي الجلاد بمطرح المطار. عرفت الجلاد؟ منه الجلاد مش الجلاب. فهن بيطلع انه هن بحبوا يضربوا بعض هيك يعني بصير عندهم اثاره جنسيه على بعض. فهم نضوي نحن على موضوع ثاني، كيف اجت السلطه، كيف اجت الجمعيات النسويه عملتها ضحيه للمرأة لتقبض عليها مصاري وتاخذ من فاشل. لا بس ما عطيك افكار. هو افكار، هو افكار، هو افكار افلام ومسلسلات. طب عن شو يعني؟ عن شو بحكي؟ في ما عندك فكره مثلا اربع رفقه بنات اجت رفقتهم دفشوها بالمسبح، عنت حالة ماتت بالمسبح، هي عادي وقعت عادي بالمسبح. بس ما هي اول شيء هي مسلسل تركي واخذوها عملوا ستيلتو. ما هي يعني نعمل هو ذاته بنسميه غير نوع اسم، بس بكون ما غيرنا شيء، لازم نعمل شيء هيك يضج فينا. يعني عم حاول حمسك، مش عم تتحمس بعد مش عم نطلع لبرا. جيب لي فكره بعيده عن كل هالخط الحمر، جيب لك اي خط احكي عنه غير الخط الاحمر، وهيك كلف له 30 دولار نطلع منه مليون دولار. 30 دولار؟ ايه نطلع منه مليون دولار. طب قوم الابر طلع برا. خليك هيك. اعطيها احساس بعد، هوم شو عم تعمل انت؟ شو عم تصور؟ ليش عم تصوروا هن الغاب؟ بسينات عادي بصور بسينات. إيه شو اذا بسينات؟ شو حتى البسينات يعني؟ مشو بسينات ما لها حقوق، بطل في خصوصيه لحدا يعني؟ حتى البسينات خطوط حمر كمان هون؟ لك عيب استحي حالك عن جد، شو هالعالم هاي يا عمي؟ مش شايف انها لمنظر؟ شو مستحلي فيه؟ مش عم بفهم يعني. ولا بدك تنصهره، بس بدك تنصهره. مش الحال، مش الحال، فهمنا خلص.